انفجر الناخب الوطني جمال بالماضي في وجه المنتقدين بشأن التغييرات الكبيرة التي أحدثها في تشكيلة المنتخب الوطني، بعدما استقدم لاعبين جدد واستبعد عدد من اللاعبين على غرار بن رحمة وبنجاح. كما قال بالماضي في الندوة الصحفية: هذه هي طريقة عملي اختياراتي، تبقى شخصية وأنا أتحمل مسؤوليتها ولا أستطيع الرد على الأسئلة التي تثبط المعنويات. كما دافع بالماضي عن اختياراته في رد على أحد الأسئلة: أنت لست مدافعا على المنتخب الوطني، أؤكد أن التشكيلة حاضرة.